بسم الله الرحمن الرحيم. أطلق الشاشة والمدفع، صوب في عيني كي تقلع. مقاس لن تقهر يوما يقلع. الأرضية ومضاد للآليات أيضا للدبابات والسيارات والدشم المصفحة وتعطيل المشاة المتقدم. نبدأ الآن الشرح على الرشاش الـ 14.5. الرشاش الـ 14.5 تكون من منظار جوي. قاعدة المنظار بأنه مثبت لعتلة الارتفاع، نزله لتحت، بنرفع نضغط عتلة الارتفاع ونرفع الرشاش إلى الأعلى تقريبا 90 درجة، ثم من زاوية. طيب بدنا في عنا مثبت للدوران للارتفاع، ماشي. في عنا عتلة دوران الارتفاع، ودوران الارتفاع يكون 180 درجة، ماشي. دوران اليمين واليسار، يميني ويساري بشكل دائري، يعني 180 درجة. فإن قفل أساسي أو قفل مركزي، يعني بلف معنا 180 درجة بيقفل. نرفع، تيجي عنا الزناد. الزناد فيه أمان زناد الإجر أمان، ثم شو نضغط زناد لقدام. هذا زناد الإجر. يوجد كمان زناد يدوي اللي هو هذا، نرفعه لفوق، يستخدم لتحرير الرشاشة. في عندنا الرشاش كمان صندوق الذخيرة. صندوق الذخيرة يتكون من 80 طلقة للرشاش الـ 14.5 فردي. أنواع الطلقات، يوجد أنواع طلقات متفجر، الأحمر يكون متفجر، والإنا جزء متفجر، رأس واحد خارق الحارق، خارق حارق يكون له رأسين، ماشي، يكون له لون تاني حسب صناعة الدولة. يعني في يوجد كمان طلقات عادية، في طلقات خطاط. هاي أنواع طلقات الـ 14.5. عندنا هون عتلة سحب الأقسام. لما نسحب أقسام نطلق بالزناد اليدوي، نرفع لفوق، سحبنا أقسام. بدنا نطلق بالزناد القدم، نفتح الأمان ونضغط. السلاح يتكون من قاعدة عليا وقاعدة سفلية. القاعدة العليا اللي هي حاملة الرشاش 14.5 اللي هي هذه. القاعدة السفلية تتكون من منصب ثلاثي. القاعدة العليا تتكون، القاعدة العليا هي حاملة الرشاش أو قاعدة الرشاش. وعندنا قاعدة أيضا منصب، تتكون منصب ثلاثي القاعدة السفلية.